أكثر من 30,000 معاملة تعويض لم يصرف منها سوى 7,500 معاملة فقط على مدى 8 سنوات. يضاف إلى هذه التعقيدات إجراء معقد جديد وهو المساءلة والعدالة والشد والجذب ما بين اللجنة المركزية في بغداد والمحافظة. أنا مستلم لحد الآن 30,000 معاملة و300 تقريبا اللي تم صرفها تقريبا 7,500 معاملة، اللي تنتظر الصرف تقريبا 6,000 معاملة، هذا ما دون 30 مليون. أنا مرسل 8,500 للجنة المركزية في بالأمان العام المجلس الوزراء اللي صادقوا عليها فقط 800، اللي رجعوها إلي بها نواقص ومردودة تقريبا 4,500 معاملة. السبب التأخير يعني بسبب تعقيد الإجراءات يعني بالمعاملة، والتعقيد مو يمنا يعني ببغداد. عندك اللجنة المركزية جاية ترجع لي معاملات بسبب مثلا ورقة المي والكهرباء، أو بسبب مثلا تطلب مسالة وعدالة. رغم المبالغ التي لا توازي حجم الأضرار، أخذ المتضرر يفضل القبول بنسبة 10% أو أقل أحيانا، والتي يكون صرفها من صلاحية دائرة استئناف المحافظة بسبب التأخير، والبعض الآخر اختصر الطريق والعناء وأهمل الموضوع بالكامل. هذه الصرف أكو عندنا فقرتي للصرف موجودة في قسم إدارة التعويضات، تعويضات الحكومة المركزية اللجنة المركزية وتعويضات استئناف محافظة صلاح الدين. تعويض استئناف محافظة صلاح الدين من 30 مليون فما دون، يعني نادر ما يأخذ واحد يأخذ 30 مليون، كلها دون 30 مليون، فالناس يفضل 30 أو 20 مليون و10 ملايين على مبلغ 100 مليون تروح المعاملة ما ترجع. 7 أعوام مضت على ملف تعويضات صلاح الدين، وما زال حجم تعويض المتضررين لا يتجاوز 30% في عموم المحافظة. من صلاح الدين براكنعان، قناة الفلوجة.